تفاعلكم وشكركم، طبعا شكر على تفاعلكم الدائم على صفحة البرنامج. حلقة جديدة إذن ستكون المواضيع فيها متنوعة، طبعا الحديث سيكون عن التعيينات الجديدة على رأس بعض المنتخبات الوطنية، وكذلك الحديث سيكون عن الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وحديث أيضا عن العملية، عملية الدعم والمساندة التي تنوي وزارة الشباب والرياضة تنظيمها مساء 8 مارس المقبل، دعما ومؤازرة للمنتخب الوطني قبل مشاركته المنتظرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. كما سيكون لنا التوقف قصير مع نهائيات كأس رئيسي الجمهورية، وتحديدا بعض مباريات دور ثمن النهائي والمفاجآت الكبيرة بخروج الكبار من هذا الدور. بداية أرحب بالمحلل الشاب والمدرب ومحلل قناة الساحل محمد العلوي، مرحبا بك محمد. مرحبا بك صديقي عماد، مرحبا أستاذ المشاهدين. كيف الصحة؟ لا لا بأس بالحقيقة، مواجهة طقس نواكشوط مواجهة ليست سهلة، نهار بارد نهار حام، نهار بارد نهار حام، رغم ذلك لم يمنع كذلك من العمليات الاستكشافية. مرات تحاول انك تعود حاضر في بعض احيان العاصمه نواكشوط، اعتقد عمليه بدات تجني بعض من ثمارها، بدات تستقطب بعض من الاهتمامات. صح، ذهبنا قبل تقريبا يومين وثلاثه يوم الخميس الماضي الى جمهوريه ملح بالتحديد حدود ترحيل، حيث هناك فريق يعني مجموعه من الصغار لديهم اكاديميه. ولم تكن السلطات الرسميه في استقبالكم؟ للاسف لا، وهذا يدل على شيء، ما يدل على تواضعنا. هذه زيارات مفاجئه خاطفه. جيد. اكاديميه تضم تقريبا 60 لاعب بين 16 سنه الى 8 سنوات. حاولنا مساعدتهم، مساعده الكادر التدريبي كذلك، بتقديم مجموعه من التدريبات، الحصص، التمارين ومجموعه من النصائح. كيف كان التفاعل الصغار مع هذه الحصص؟ تفاعل رائع جدا، الصغار هي تجربه بالنسبه لهم فريده من نوعها، تدريبات جديده. في الحقيقة أعتقد أننا أسهمنا في إسعادهم على الأقل ذاك اليوم، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز، وحاولنا تقديم فكرة مقايرة عن ما يعتقدون حول كرة القدم، وبدرجة أولى حاربنا بتيكا وقدمنا لهم بديل جاهز لها. سنحاول إذن السباق مع الوقت لنخصص فقرة في نهاية هذه الحلقة عن هذه الزاوية خاصة بكرة القدم الخاصة بالصغار في الشوارع. إذن مباشرة معكم مشاهدينا الكرام نستعرض فقرة البرنامج، والبداية مع اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني لكرة القدم والمنعقد قبل أيام قليلة. عديد القرارات الهامة التي خرجت عقب هذا الاجتماع، وتحديدا ما يتعلق بها منها بتعيين المدربين الخاصين بالمنتخبات الوطنية، تحديدا المنتخب الوطني للمحليين الذي عين على رأسه المصطفى صل مدرب الموريتانيا المعروف ومساعد المدرب مدرب المنتخب الوطني الأول مصطفى صل. إذن تسند إليه مهمة تدريب المنتخب الوطني للمحليين ليكون بذلك في أول اختبار له أمام منتخب جزر الرأس الأخضر في التصفيات المؤهلة لنهائيات أثيوبيا 2020. إذن مصطفى صل على رأس هذا المنتخب بمساعدة المدرب الشاب سيد أحمد ولتقدي الذي تم اختياره مدربا مساعدا للمنتخب الوطني للمحليين. سيد أحمد ولتقدي الذي طبعا كان يشرف في وقت سابق على المنتخب الوطني للناشئين، هذا المنتخب تم اختيار اللاعب السابق للمنتخب الوطني عمر الجاي لتولي تدريب منتخب الناشئين، عمر الجاي طبعا الذي يشرف على الأكاديمية الوطنية لكرة القدم لاكتشاف المواهب، أسندت إليه مهمة تدريب المنتخب الوطني للناشئين. إذن قبل الحديث محمد عن المنتخب الوطني للمحليين بدرجة خاصة، كيف تقرأ هذه التعيينات الجديدة؟ التعيينات بحد ذاته إلى حد ما كانت مفاجئة، لأنه قبل أيام قليلة كان هناك حديث عن مسألة البحث عن مدرب أجنبي مقارب بدرجة أولى لتدريب المنتخب المحليين. فجأة تم تعيين مصطفى صل، يعني مبدئيا هو أحد الأسماء اللي كان مرشح أسماء المحليين نظرا لخبرته مع المنتخب المحليين لسنوات كبيرة جدا، كان هو مساعد مارتينس في تجارب مع المحليين وكذلك في المنتخب الأول، وكان هو المسؤول دائما عن متابعة اللاعبين المحليين في الدوري المحلي، لذلك يمتلك بكل تأكيد الدراية. رغم هذا التعيين بحد ذاته أثار ضجة كبيرة جدا،
والواضح انه احمد مصطفى صار مع افتتاح بنتجد لن يكون سهل اطلاقا. يجب ان نعترف ان الجماهير لم تكن راضيه عن هذا التعيين اطلاقا، وحتى وسائل الاعلام او الاعلام الرياضي بدرجه اولى، لانه ربما مصطفى صار لا يمتلك صوره مميزه لدى الجماهير. وبالحقيقه حتى التساؤلات الغريبه جدا، لماذا لا يملك كل هذه الشعبيه؟ يعني التغيير بحد وهذه التعيينات اثارت ربما ضجه او موجه من التشاؤم نحو مصير ومستقبل المنتخب الوطني المحلي. بالنسبه لعمر نجاي اراه خيار ممتاز جدا. عمر نجاي شخصيا اعرفه لاني تابعت العديد من تدريباته، وكما يقول جوزيه مورينو لكي تعرف المدرب يجب ان تراقب اولا تدريباته قبل ان تتابع مبارياته. عمر نجاي رجل صارم، مدرب مميز يبحث دائما عن التطور ولديه مساحه كبيره للتطور، لانه ببساطه انسان متواضع ومستعد لكي يناقش، وهذه ميزه للاسف لا ليست لدى الكثيرين من المدربين. لذلك أراه خيار مناسب، وبكل تأكيد لم يلقى أي رفض من طرف الجماهير وكذلك الإعلام الرياضي، حتى أنه اكتسب خبرة في التعامل مع الصغار من خلال عمله على رأس الأكاديمية، وسيبقى كذلك في نفس الوقت. طبعا سيجمع بين المنصبين. هذا بعض الأسئلة التي وردتنا، من سيتولى الإشراف على الأكاديمية؟ عمر نجاي باق في هذا المنصب. بالحديث عن مصطفى صل، طبعا كما أشرت إلى ذلك الرجل لا يحظى بترحيب كبير من طرف الشارع الرياضي الموريتاني وحتى الصحافة الرياضية، خاصة كونه كمدرب لم يقدم ما يشفع له خلال مسيرته، لكن الأمر مختلف كونه كلاعب من دون شك. اختيار مصطفى صل وهو الرجل الذي عمل لسنوات طويلة في ظل المدرب مارتينز كمساعد له، هل يعني ذلك استمرار لنفس منهجية مارتينز على مستوى المنتخب المحلي الذي بالطبع كان يشرف عليه مارتينز هو الآخر؟ صحيح، هاي التعيينات أعتقد أنها تعزز موقف القائل بأنه ربما لا نمتلك كفاءة تدريبية جائزة لقيادة المنتخبات الوطنية، أو أن الاتحاد لا تثق بالكفاءات المتوفرة محليا. ببساطة شديدة أيهم أكثر مصداقية لا أعلم بصراحة. مبدئيا ما دامت أن نفس الأوجه التي كانت تعمل لدى في نفس ربما الإطار سلاح منتقدي في آخر كان مدرب ناشئين، مصطفى صار كان مساعد منتخب، يعني مسألة أقرب ما يقال لها تبادل الأدوار، هذا ربما يدل على أنه ليست هناك ثقة كبيرة جدا في الكفاءة المحلية المتوفرة، لأن هذه الدماء ليست جديدة، يعني هي نفس الأسماء التي مر ربما 4 إلى 5 سنوات تعمل في الاتحاد الوطنية. كما قلت كانت هناك محاولة لجلب مدرب أجنبي مغاربي درجة أولى، لكن للأسف مسألة البحث عن مدرب ذا كفاءة كبيرة جدا تحتاج أن توفر له راتب كبير جدا، وهو أمر كذلك مستبعد أن توفر راتب كبير لمدرب منتخب محلي سيلعب فقط معدل مباراتين أو 3 للعام، وهذا بكل تأكيد أمر صعب جدا. لذلك لم يتم إيجاد هذه الكفاءة التي ربما مستعدة للعمل براتب معقول، لذلك تم الألوج أو قبول فكرة المدرب المحلي مصطفى صل كمدرب. بداية ربما كانت بداية ممتازة جدا، لا ننسى أنه صاحب الذكرى المميزة في تصفيات 2008 مع المنتخب المصري، كان حينها المدرب الأول المنتخب الوطني وحقق لنا 7 نقاط، وهي النتيجة كانت حينها تعتبر كبيرة جدا وإنجاز حقيقة. لكن ربما بعد ذلك لم ينجح ولم يوفق بالعديد من التجارب، مثل تجربة المنتخب الوطني الأولمبي، قيل كذلك بأنه لم يوفق على صعيد العمل مع الجهاز الفني كمساعد مدرب، أنه حتى المتابع الجيد للمنتخب الوطني يرى بأن مصطفى صل ليس هو المساعد الفعلي، يعني مبدئيا على ورق المساعد، لكن لا أراه وأعتقد أنه لا أرى أنه فعلا هو المساعد الحقيقي للمدرب مارتينز. لكن بكل تأكيد يمتلك الخبرة، يمتلك التجربة، رجل عمل سنوات كبيرة جدا في هذا المجال ولديه دراية كبيرة جدا بما يحدث في الدوري المحلي. كذلك هي فرصة لسيد أحمد التقدي لاقتراب أكثر من الجهاز الفني للمنتخبات بسن مغايرة، لكن أكيد أنهم سيعملون في بيئة صعبة جدا، لأنه للأسف لا ليسوا أو الجماهير لا تعطيهم تلك الثقة الكبيرة جدا، لذلك هناك شكوك كثيرة جدا، وهي بيئة ربما تكون صعبة للعمل، لكن هذا بحد ذاته يكون كذلك تحدي لهم لإقناع الجماهير وكذلك الإعلام الرياضي بأنها الخيارات المناسبة لقيادة المنتخب الوطني. طبعا من خلال أجوبتك أجبت على بعض الأسئلة التي كنت أريد طرحها عليك في نفس الموضوع. إذن كيف تتوقع مشوار المنتخب الوطني في هذه التصفيات تحت قيادة الطاقم الجديد؟ هناك حقيقة لا مفر منها أن المدرب ليس ساحر، حتى لو جلبنا أفضل مدربين في العالم هذا لا يعني بأننا سنحقق نتائج إيجابية، كرة قدم أكثر تعقيدا من ذلك للأسف الشديد. ما أريد قوله بأنه حتى لو وفقنا في اختيار المدربين هذا لا يعني بأننا سنتأهل، هناك كذلك عدة مسببات وظروف يجب أن تتوفر لتحقيق التأهل، رغم أنه ليس بتلك الصعوبة، بالأخير ستلعب 4 مباريات وستتأهل في حالة تحققت نتائج إيجابية. مواجهة منتخب الرأس الأخضر ليس ربما بتلك القوة على الصعيد الإفريقي تعطيك ربما حافز إضافي أنك تستطيع أن تتأهل، نمتلك لك خبرة كبيرة جدا في التعامل مع هذه البطولة،
الأخير تأهلنا في مرتين من أصل ثلاثة، وهي نتيجة معقولة جدا. لذلك تحدي الحقيقي أمام الجهاز الفني هو كسب ثقة الجماهير، وفي البداية أعتقد أنها ستكون مع المباراة الودية اللي أتمنى أن يكون موفق في إدارتها، لأنها ستعطي ربما صورة مغايرة لما يعتقد البعض عن الجهاز الفني. جيد، إذا طبعا من أجل اغتنام الوقت وربح الدقائق هذه الحلقة سنتحول إلى الموضوع الثاني، والذي سيكون متعلقا طبعا بالخرجة الإعلامية الجديدة لرئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم أحمد وليحيى، وطبعا ذلك من خلال برنامج إسباس الساحل الذي يبث على قناة الساحل وبتقديم من الزميل أحمد وللبو. كان حديث رئيس الاتحاد الموريتاني في هذه الحلقة عن جوانب متعددة تخص كرة القدم الوطنية، وسنستعرض بعضا من هذه النقاط التي وردت في حديث رئيس الاتحاد وإجابته على بعض الأسئلة المتعلقة بهذه المواضيع. هنا الحديث عن عملية الدعم أو التبرع للمنتخب الوطني قبل مشاركته المنتظرة في نهاية كأس الأمم الإفريقية القادمة في مصر. طبعا عديد التساؤلات طرحت حول هذه العملية، ورئيس الاتحاد الموريتاني أجاب بأن هذه العملية فرصة لإشراك الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص في دعم ومساندة الرياضة الموريتانية بشكل عام وكرة القدم والمنتخب الوطني على وجه الخصوص. المنتخب الوطني كان لا مساعد من طرف الدولة ودعمته بجميع الإمكانيات تدفع دائما. اليوم قررت الدولة أنها تقول للمواطنين ولاين فارسيتهم، تقول للمواطنين، تقول للمؤسسات، تقول للفاعلين الاقتصاديين وهاو حضروا معنا في هذا الحس الوطني ودعم المنتخب اللي مثلنا كاملين واللي يجمعنا كاملين ولا ينفرسي أحد. شفت البعض يشقرها ويقول علاش نطلبوا علاش كذا وعلاش، ويقول والبعض يطرح تساؤلات منين هي فضة 2013 ومنين هي كذا، وهي ما نقولها هم أولا أنتم الفضة عندكم ما تفرق، هي 500 وشي سنة 2013 عدت بها شن وعدت بها شن ولا كفات شن فهمت. والناس بالنسبة لهم كرة القدم لاش علاش كرة القدم مكلفة جدا ولا نحن معدرينها، وأنا قلت لكم ومستعد ينطرحوا لي المقارنات كاملين، سولت جميع الاتحادات اللي تأهلت الكأس إفريقيا حتى في معطيات نحن لك في تحضيرنا نو بريفيزيون لكأس إفريقيا شي أضعاف نسول ذو الأخرين كاملين نقول لهم توما اللي قصتوا كأس إفريقيا ماضية إلى آخره كم كلفتكم، نجبر على أنه جاوا دوبل اللي عندنا إحنا معطيات اللي أعطينا إحنا للوزارة فهمت، جاوا على الأقل في الدوبل الوعد التريبل وأكثر فهمت. نحن حاولنا وتعودنا عليها أن نصرفوا الموارد بشكل شفاف وباحترام ده كامل. سنة 2013 ذيك الموارد اللي جاتنا راية تربتها رقابة الدولة اللي جاءه وجاتنا فوتت عندنا 3 أشهر تحسبهم بالسنتيم، حسبت قاع اللي يدخلنا كامل ما هو قاع اللي ذيك فهمت، ومشات عنا بنتائج لله الحمد مرضية. لذا واليوم لين جاتني الفكرة مرة أخرى على إن المواطنين على المؤسسات على إن كل حد إنه يشارك في دعم المنتخب الوطني، قام البعض يقول لماذا وليش ومنين لا يتقيس الفضاء، نقول لكم لا نأكد لكم إن إحنا ما أولاً فقينا عنها على مستوى شخصي، فقينا عنها الاتحادية تسير مواردها بصفة شفافة إلى اليوم ولا غير دولة قررت منتخب ما هو منتخب يانا ولا هو منتخب الاتحادية ولا هو منتخب الموريتانيين بصفة عامة ويمثلهم كاملين وفرحته ونجاح وذا نجاح لهم كاملين وفرح لأولادهم ولمناتهم وحتى أنه الموريتانيين شفناهم يبكوا من الفرح المنتخب لا شفناها فيش حالة كاملين. لذا وجه نداء اللي قد يدعم المنتخب يدعموا ملاو مفرص عليها واللي ما قد يدعموا يحكم عنه لسانه. إذن محمدي مشاركة مكلفة حسب ما طبعا ما تقتضيه هذه المشاركة من هذا المستوى في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أهم بطولة على المستوى القاري. إلى جانب ذلك نقطة هامة أيضا أشار إليها رئيس الاتحاد الموريتاني وكنا قد تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، دائما الأسئلة تتجدد أين ذهبت الأموال التي حصلت عليها الوزارة والاتحادية من تبرع 2013. من دون شك تبقى هذه المشاركة مكلفة وبحاجة للدعم والمساندة من الجميع. صحيح، ذهبت في معسكرات في الفنادق في الطائرات في الحجوزات، ذهبت كذلك في امتيازات التي منحت للاعبين
بعد تحقيق كل هذه النتائج الإيجابية. كرة قدم صناعة صعبة جدا وليس من السهل بكل تأكيد أن تخلق منتخب قوي جدا بدون توفر إمكانيات مالية ضخمة جدا. المسألة للأسف كذلك ليست بتلك السهولة. لذلك أن تشارك في التصفيات، أن تلعب بطولتين للشان بكل تأكيد هذا مكلف جدا، لأنه كل معسكر تقريبا ربما على الأقل ستخسر 30-40 مليون، وهذا مبلغ كبير جدا. جيد، إذن نتحول إلى المحور الثاني وهو محور تحضيرات المنتخب الوطني. طبعا بدأ الحديث عن تحضيرات، كيف ستكون تحضيرات المنتخب الوطني. هنالك حديث عن مباراة ودية كانت مبرمجة ضد المنتخب السنغالي مباشرة بعد المباراة الرسمية التي سيخوضها المنتخب الوطني في 23 مارس المقبل برسمية الجولة 6 من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ضد منتخب بوركينا فاسو. هذه هي المباراة، وبحسب آخر الأخبار وبحسب ما صرح به رئيس الاتحاد بأنها تم إلغاؤها من طرف الجانب السنغالي، وربما الاحتمالية الواردة بأن لا تكون هنالك أي مباراة ودية تحديدا في أيام الفيفا بعد مباراة بوركينا فاسو. فم صحيح أن كان فم نقاش بين نحن والاتحاد السنغالي على مباراة ودية تلتعب في نواكشوط في يوم 26 مارس، وكانت فم موافقة مبدئية على أساس أنهم عندهم بعض الأمور لا يوفهم على مستواهم ويرجعوننا، وذيك ذوك الأمور عقبوا عادوا صعب شوي من ذاك. وحسب المعطيات واللي قال لنا أنه مدرب المنتخب متخوف من ذي المباراة، فهمت، منتخب السنغالي. لذا حانين عينين إلى اليوم نقول لكم في الوقت الحالي ما تجاوبونا، قال عرفنا أنهم ما هم في بلان بي. تلودوا طبعا المنتخب يعود الشاب اللعب، اشتغلنا على البلان بي. كان عندنا منتخب ساحل العاج، قال منتخب ساحل العاج حانانا مولي، ونحن حانينا السنغال لأنه كنا نفضلوا مباراة هون، فهمت، حانينا احنا السنغال لأنه ساحل العاج كان يدور على شورهم. لين رجعنا على ساحل العاج الأيام غوالهم وأنا هما عدلوا مباراة مع منتخب آخر، نلودوا المنتخب آخر. يقال إذا ما ريناه فما معطيات عندنا احنا ما هم عند جميع المنتخبات. ولا احنا عندنا مباراة مع بوركينا فاسو في شهر مارس، يعني نلعبوا يوم 23 شهر واغادوغو، مباراة الرسمية والأخيرة رسمية مؤهلة بالنسبة لهم هم، ونحن ما هي مؤهلة لنا. تعتبر تحضير تعتبر تحضير لهذا. إذا رينا مباراة أخرى عندنا أيام قليلة يالطلنا لعبوا يوم 23 وكأقصى حد نلعبوا يوم 26، معنا فيها سفر وفيها ياسر مشي. هنا ما ريناها فم تخوف عند الناخب الوطني وعند الإدارة الفنية، هو أن نحن ما عندنا ياسر من اللاعبين اللي نجبروا إصابات قدوا ذاك يأثر على تحضيرنا لكأس إفريقيا. وطبعا بعد ذلك الحديث كان عن أبرز الأهداف المسطرة مستقبلا للنهوض بكرة القدم الوطنية، ومن بين طبعا النقاط التي تحدث عنها رئيس الاتحاد تطوير منظومة الدوري الوطني الممتاز والوصول به إلى مستوى الاحتراف والعمل على زيادة المحترفين الموريتانيين في الخارج. نشتغل على أن يعود عندنا بنية تحتية كافية، أن تعود عندنا بطولة محترفة، هذا هم الأهداف الأساسية وعلى قريبة المدى بطولة احترافية. وبطولة احترافية معناها أندية محترفة، وأندية محترفة معناها لاعبين محترفين هون محليا، ورذاك هم اللي نهدفوا على أن يعودوا عندنا محترفين من أعلى المستويات. إذا ما خرصنا اللورة شوي ليلو سنوات ما كان عندنا محترف، كنا بعض الأحيان نتكلموا عن محترف واحد من أصول أجنبية وهو موريتاني دومينيك دا سيلفا، واللي كان يلعب كان عندنا واحد. اليوم ما تينا نحسبهم حتى في المنتخب الأول نلحقوا عينا 17-19 محترف، غالبيتهم مرقوا من بطولتنا، غالبيتهم أن الناس الأخرى الدول الأخرين اللي استفادوا من لاعبين خلقوا وترباوا وهلهم من أصول دول من أصول نحن. غالبية اللاعبين تكونوا هون لعبوا هون ومرقوا عادوا محترفين وعادوا يرجعوا بالنفع على بلدهم وعلى أسرتهم وعلى محيهم إلى آخرين، اللي يدخلوهم موارد كبيرة في أندية في الخارج، وهذا هو اللي هدفوا له. وطبعا الحديث كما هو متجدد هذه الأيام عن الأسماء التي من المنتظر أن تدعم المنتخب الوطني خاصة في نهاية كأس الأمم الأفريقية،
إلى جانب طبعا الإصابات التي يعاني منها المنتخب الوطني على غرار أبرز الأسماء بسام وأدم با وعبد البا وآخرين، الأسماء الآن على الأسماء التي من الممكن أن تدعم المنتخب الوطني، والحديث يتجدد دائما عن لاعب نادي لانس الفرنسي منير شواعر الذي كثر الحديث عنه خلال الأسابيع الماضية، وعن اتخاذه للقرار باختيار تمثيل المنتخب المغربي. رئيس الاتحاد الموريتاني نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وأكد بأن اللاعب لم يقرر إلى حد اللحظة البلد الذي سيحمل قميصه، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية مع والد اللاعب منير شواعر، ولم يحسم إلى حد اللحظة قراره النهائي. بالنسبة لمنير، صحيح قلت هو لاعب من أب موريتاني وأم مغربية، نحن بمستوى الاتحادية اتصلنا به منذ زمن، وهو من جنسية فرنسية، ولاعب عنده مستوى جيد وإمكانياته جيدة، واتصلنا به وقبلنا ما اتصلنا به. نقول لك أنا شخصيا اتصلت به مسؤول المنتخبات، قال لي اليوم أنه متكلم معه في تليفون مع والده، لذا ما قراره أنه قاس المغرب ما هي حق هذا بعد قاع خبر ما حسب بعد بوه انها ما يخالق اللي يقرر حتى الان ما قبل قرار. اذا طبعا الحديث عن منير شواعر يتجدد، وعن قراره الى حد اللحظه لم يتم الحسم في مستقبله، رغم ان الحديث هنالك في وسائل الاعلام المغربيه بان الهيرفي رينار استطاع اقناع منير شواعر بحمل قميص المنتخب المغربي. الى حد اللحظه هذه هي الانباء لا صحه لها، وبان الاتصالات لا زالت جاريه مع منير شواعر من اجل اختيار البلد الذي سيختاره في النهايه لحمل قميصه. برايك الحديث الان من الاقرب حسب ما يروج من اخبار لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي هنالك في المغرب في فرنسا وحتى هنا في موريتانيا؟ هذه الوضعيه معقده جدا، وتفهم في الحقيقه حال الشك التي يمر بها اللاعب في هذه الفتره، انه لا يعرف لحد اللحظه متى من سيختار المغرب او موريتانيا. في الاخير في كلتا الحالتين هناك امتيازات، وهناك ربما بعض النقاط تعطيك ربما مجموعه من التساؤلات. المغرب منتخب يمتلك قيمه اكثر تسويقيا، كذلك كتاريخ كجمهور، وهذا بكل تاكيد مفضل مبدئيا، لكن موريتانيا تضمن لك ذلك ان تشارك اكثر، ان تلعب اكثر، ان تحصل على مساحه اكثر للنجوميات توفر في المغرب، لان المغرب تحدث عن احد اكثر المنتخبات التي تمتلك مواهب عاديه جدا في اوروبا، ومواهب كذلك متجدده نظرا لكثره المهاجرين. تجد نفسك بين هذه القائمه من النجوم. صحيح، المغرب في الاخير دوله مستفيده جدا من اوروبا، لانه هناك عدد هائل من المهاجرين المغاربه منذ سنوات، لذلك في هولندا، في فرنسا، في ايطاليا، كل مواليد هذه الطبقه المهاجر من المحتمل ان يذهبوا للمنتخب المغربي، يعني هناك مساحه كبيره جدا، هناك عدد هائل من اللاعبين، بينما الحاله ليست كموريتانيا. بالاخير موريتانيا دوله اصغر من ناحيه عدد السكان، وكذلك ثقافه حتى المجتمع الموريتاني ثقافه غير مهاجره، لذلك لا نمتلك عدد كبير حتى من المهاجرين في الخارج في اوروبا بالتحديد. شوي ربما عامل أسرة سيكون محفز ومهم جدا، الأب موريتاني والأم مغربية، ربما قراراتهم وتأثيرهم قد يكون كذلك مهم في قرار اللاعب، لكن أتمنى أن يختار موريتانيا لأن مصلحتنا أن نضم لاعب بإمكانيات هذا اللاعب. في الأخير لا يجب سوى أن نكون دائما واقعيين، من يستطيع خدمة المنتخب الوطني على الصعيد الفني فمرحبا به، ويجب أن نسعى كذلك لإقناعه. المشكلة دائما أمامنا هي التصور أو الأحكام المسبقة التي يمتلك اللاعب في أوروبا عن موريتانيا. للأسف نحن ربما لا نترك تاريخ وذاكرة جيدة على الصعيد الكروي، لذلك دائما هناك عدة مخاوف. غالبية اللاعبين الذين جاءوا هنا ولديهم أصول موريتانيا واقتنعوا بتمثيل المنتخب الوطني كانت لديهم نفس المخاوف وتبددت بمجرد أصولهم هنا لموريتانيا، لذلك ربما لدى شواعر هذه المخاوف، لمجرد أن تزول هذه المخاوف قد يختار موريتانيا. موريتانيا داخلها أن توفر لك كل إمكانيات، منتخب صاعد، منتخب يمتلك اسم جيد جدا، واعتقد انه كذلك مساحه لك كمحترف لابراز نجوميتك، خاصه اننا امام بطوله مهمه جدا متابعه من طرف كل الانديه. اذا اعتقد في هذه النقطه من الجيد جدا اشراك اللاعبين الذين لعبوا مع المنتخب الوطني، نتحدث عن ادم با، عبد البا، اخرين الذين ربما ترعرعوا ونشأوا في الديار الفرنسيه من اجل اقناعهم اشراك في عمليه اقناع منير شواعر وغيره. اعتقد نفس الحاله استخدمت كذلك مع بعض اللاعبين التي كانت لديهم ربما مجموعه من
من الشكوك حول وضعية المنتخب الوطني. تم استخدام بعض اللاعبين لإقناعهم أصدقاء لهم لإقناعهم بالمجيء هنا لموريتانيا. لكن حال شوير حالة مغاير نسبيا، لأنه شوير لديه خيارين بين المغرب وموريتانيا. في كلتا الخيارين كما قلت هناك بعض الإيجابيات وهناك ربما بعض المخاوف، لذلك شوية ربما متردد. حالة ليست ربما كحالة مثل آدم أبا وعبد الربا في الأخير لاعبين وصول موريتانيا، في الغالب سيختارون موريتانيا لأنه ليست لديهم خيارات أخرى. من الصعب إذا لم يكن نقول من المستحيل تمثيلهم لفرنسا، لذلك شوية حالته صعبة بكل تأكيد، متردد جدا، يجب أن نتفاهم. لكن أرى بأن جلب المنتخب الوطني سيكون إضافة نوعية جدا للمنتخب للكأس، وربما ينتظر من يوم من الأيام أن يستدعيه ديشا. على فكرة في مقارنة مهم جدا يجب للمشاهد أن ينتبه له دائما، أنه خوض المباريات الودية يعني بأنه لا زالت لديك ذلك القدرة على أن يغير منتخب مرة أخرى. ما دام لم يأخذ مباراة رسمية هو لا زال يستطيع تغيير منتخب. حدثت في عدة مرات مثلا فاسكيس لاعب نادي باليرمو الأرجنتيني جاء لإيطاليا لاعب المنتخب الإيطالي مجموعة مباراة ودية، بعد ذلك قام بتغيير المسألة عاد لأصوله للأرجنتين. لذلك شو لا يحتسب إلى المباراة تمام مباراة رسمية، لكن مشاركة في الكان يعني رسميا بأنه سيلعب مدى الحياة نهائي لموريتانيا، وهذا ما أتمناه. أرى بفي إضافة نوعية للمنتخب الوطني ونحتاجها بكل تأكيد. جيد، أشترك بعض متابعي الصفحة هنا في صفحة برنامج نبض الملعب حول مواضيع الحلقة. أخوذ محمد عبد الله يقول فيما يخص التغييرات الجديدة للطواقم الفنية، منطقي جدا وإيجابي لأنهم موريتانيين ويعرفون اللاعبين جيدا. فيما يخص التبرع فكرة جيدة تسهل على الدولة شيئا من التكاليف. محمد فعل محمد سأتكلم عن نقطة واحدة وهي تعيين مصطفى صل مدربا محليا. لم أكن أتوقع أبدا أن رئيس الاتحادية سيغلط مثل هذا الغلطة. بيتي صل مدرب له الكثير من النتائج السيئة سواء مع المنتخب الأول والمحلي، وكذلك لا يوفق في اختيار اللاعبين، دائما ما يستدعي بعض من اللاعبين لا يستحقون أبدا التواجد في المنتخب، إلى آخر الرسالة. وعلي الكور يقول إلى أي مدى وصلت المحادثات مع اللاعبين الموريتانيين أو من أصول موريتانيا، وهل هناك إمكانية لتقديم أسماء إلى الشارع الرياضي الوطني؟ يجب وضع برنامج تحضيري بحجم الحدث الكبير الذي لم نعرفه من قبل. طبعا هنالك خلال مداخلة رئيس الاتحاد تحدث عن بعض الأسماء التي في الاتحادية على اتصال معهم، وقال بأنهم لم يرد ذكرهم على مستوى الصحافة الوطنية. إذن هنالك بعض الأسماء على الأقل لا تتألق حتى نقول بأنها ظهرت وبرزت من خلال أدائها هنالك في الدوريات الفرنسية حتى نتحدث، لكن رئيس الاتحاد أكد بأن هنالك بعض الأسماء من أصول موريتانية يجري التفاوض معهم من أجل الاتحاد بالمنتخب الوطني، ومنهم محور مدافع نادي مارسيليا اللي تحدثنا عنه بشكل شخصي قبل الحلقة. صحيح. وهو لاعب كذلك ذو أصول موريتانية لم يتم التطرق له على صعيد الإعلامي، لكن أعتقد أن هناك حديث تحت الكواليس. اسمه أبو بكر كامارا ليس أبو بكر الآخر، وهو مدافع ولا زال شاب في سن 20 سنة يلعب محور دفاع نادي مارسيليا، يلعب احتياطي، لكن بكل تأكيد سيكون كذلك إضافة لعب بأصول موريتانية، شارك مع كل المنتخبات الفرنسية في عدد سنية، لذلك هو فرصة بكل تأكيد كذلك لإقناعه. وأعتقد أنه ضمن الأسماء اللي تتفاوض الاتحادية لأجل إقناعها بتمديد المنتخب الوطني. طبعا غالبية المشاركات تسأل عن سبب اختيار مصطفى صل، والرجل ربما لا يحظى بذلك الدعم من طرف الشارع الرياضي. نتمنى أن تتغير الصورة من خلال تقديمه لنتائج إيجابية مع المنتخب الوطني في هذه المهمة الجديدة الخاصة به. الله بصراحة يكون في عونه، لأنه من الصعب أن تواجه هذا الكم الهائل جدا من الشكوك والانتقادات. الجميع يشك فيك، يعني ربما تصل مرحلة حتى تشك في قدراتك. صحيح. لأنه إذا لم تجد ربما بيئة معينة من الثقة، من الصعب أن تكسب هذه الثقة. أتمنى كل خير لمصطفى صلاح والتوفيق. خاصة الجمهور لا يقبل إلا النتائج. صحيح. وأتمنى أن تكون مباريات الأولى الودية نتائج إيجابية، هذا سيعطي ربما مستوى من السلام الداخلي مع الجماهير، يعطي ربما مساحة أكثر وراح أكثر للتفكير، لأنه ليس من السهل بالحقيقة التدريب تحت كل هذه الضغوطات والتساؤلات والشكوك. يعني لا أبالغ أنني لم ربما أقرأ أي تعليق فيسبوك يؤيد هذه الفكرة، وهذه بحد ذاتها مشكلة. لكن الأخير هي مهنة المدربين، مصطفى صلاح يمتلك خبرة كبيرة جدا، معتاد ويتوقع كل هذا، والملعب كذلك هو الحكم الحقيقي وهو المحامي الحقيقي عن أي مدرب مهما كان. طبعا إذن مباشرة ننتقل إلى منافسات كأس رئيس الجمهورية التي لعبت نهاية الأسبوع الماضي، مع توقف لمنافسات الدوري لفسح المجال أمام مباريات الكأس. عديد المباريات شهدت مفاجآت
من العيار الثقيل، نتحدث عن خروج الكثير من الكبار وحامل اللقب في السنوات الماضية، الحديث هنا عن أفسن وذيب وحامل اللقب في الموسمين الماضيين، أيضا أفسة رغزينة أحد الأبطال في المواسم السابقة خرج على يد الوافد الجديد من الدرجة الثانية نادي جاها. البداية ستكون مع مباراة الكدية هنالك في ملعب البلدي لمدينة زويرات، والتي جمعت أو استضاف فيها نادي الكدية فريق أفسة نواذب. مباراة كانت صعبة جدا نظرا لما يقدمه نادي الكدية من مستويات عالية، خاصة من الموسم الماضي وصولا إلى هذا الموسم في منافسات الدوري، واعتبار أفسة نواذب حامل اللقب ومرشح للمحافظة على لقبه. الشوط الأول من المباراة انتهى سلبا من دون أهداف إلى غاية الشوط الثاني، حيث انتظر لاعب نادي الكدية هذا الشوط لتحقيق المراد، وتمكنوا من الوصول لشباك الحارس سليمان جالو في مناسبتين هدفين، إذن كان كافيين لنادي الكدية لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل رغم إكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين. خلاصة المباراة، الكدية في الدور ربع النهائي أفسة نواذب خارج هذه المسابقة من دور مبكر جدا، إذن الكدية بات يمكن القول بأن هذا الفريق أصبح رقما صعبا في منافسات الكرة الوطنية والبطولات المحلية، ولم يعد الاختلاف على المستوى الحقيقي لهذا النادي. أنا أختلف معك نسبيا في مسألة أنها مفاجأة للعيار الثقيل، لأنه في الحقيقة الكدية يؤدي موسم جيد جدا، حتى في الموسم الماضي ثانيا فاز على أفسة نواذب قبل أيام قليلة على صعيد الدوري، يلعب على أرضه بين جماهير فريق صعب جدا، حتى أيام ما كان مهدد بالهبوط لطالما كان فريق مزعج جدا على أرضه، لذلك نتيجة منطقية. أفسة نواذب يقدم موسم سيء جدا رغم أنه متصدر الدوري، لكنه فنيا على الصعيد الفني لا يقدم موسم جيد إطلاقا، هناك أخطاء كثيرة جدا. يعني الهدف الأول على فكرة وضعية المدافع في الهدف الأول وضعية غريبة جدا، يعني وضعية جسدها خاطئة 200%، وقام بتصحيح الوضعية فزاد الطين بلة. يعني الهدف جامي خطأ قريب جدا، يعني لم يعرف المدافع أين يجب أن يرسل المهاجم. في البداية حاول وفكر أنه يجب أن يرسل على اليمين، قام بتغيير قراره في لحظة حاسمة، سهل المهمة أمام المهاجم اللي وجد المساحة وسدد بسهولة جدا. تهانية الكدية، للأسف ليس من السهل تحليل مباراة لم تشهدها بل من المستحيل. تهانية الكدية، تهانية لجماهير الفريق، أتمنى أن يستمر الفريق بهذا المستوى. ربما الحالة النفسية الآن للفريق هناك حماس كبير جدا، هناك كذلك جماهير، أتمنى فقط أن يستثمر مسؤول الفريق هذه الحالة الفنية اللي يمر بها الفريق من فترة ليست صغيرة، وأن يتم البناء عليها للاستمرار في التنافس. صحيح، النادي الكدية يعتبر أو يفترض به أن يكون واحدا من أغنى الأندية على مستوى المحلية. الحديث عن بعض المبادرات من أجل اقتناء حافلة لهذا النادي من أجل تحسين وضعيته، لماذا لا يكون هذا النادي أحسن حالا دون اللجوء للأندية؟ هذا يعيدنا للحديث عن حملات التبرع للمنتخبات والأندية الوطنية. وبكل تأكيد الأندية لديها نفس الحاجة لم تكن أكثر للتبرع، لأنها تعيش في معظمها حالة مالية يرثى لها غالبية الأندية. وكما قلت التساؤل يطرح دائما، كيف الأندية تتبع لمؤسسات عملاقة جدا مثل السنين مثلا، مثل المؤسسات العسكرية لا تمتلك أي مقومات مالية، يعني رواتب اللاعبين ضعيفة جدا، إذ لم تكن حتى منعدمة في بعض الحالات، ليس هناك استثمار، ليس هناك شيء محفز إطلاقا لتحقيق نتائج. وللأسف عندما تلاحظ يعني جدول الفرق حتى التي تمتلك مبدلا ركيزة أساسية مثل أندية الدولة لتتبع لمؤسسات الدولة دائما تكون مهددة بالهبوط، تصار لأجل البقاء، وفيها حتى من هم في الدرجة الثانية، وهي مشكلة حقيقة جدا وتطرح تساؤل في مسألة التسيير، لأن الأندية يفترض على أن تمتلك إمكانيات ضخمة، لكن مسألة التسيير ربما ليست في أحسن حالاتها. مثلا أين نادي سنين؟ يعني فجأة اختفى هذا النادي للأسف، لم يعد أحد يسمع به، ربما مرت الشركة سنين بضائقة مالية منذ سنوات، لكن ليس هذا المبرر لأن يصبح الفريق من أحد أقوى الأندية المحلية، كان حينها يشارك قبل سنوات في تصفيات دوري أبطال إفريقيا وكذلك دوري أبطال العرب، الآن نادي للأسف يصارع للهبوط، وهذه مشكلة حقيقية جدا. هذه التساؤلات يجب أن تطرح دائما على مسؤولي هذه الأندية التي تمتلك مبدئيا الإمكانيات ولا تستطيع الملابس. مثلا نادي مثل جاها، مبادرات شخصية من الشباب من مقاطعة يحققوا نتائج لا تحققها الأندية التي تمتلك إمكانيات ضخمة، هذا أمر مؤسف جدا.
تهانينا مرة أخرى لفريق كديا مبادرة شراء البيس، أتمنى أن تنجح، قيل بأنها مبادرة جماهيرية شعبية، وفي الحقيقة فكرة رائعة، لأنه في الأخير كديا نادي يمثل مدينة من أكبر المدن وأقناها على الصعيد الموريتاني، ويستحق أن يوضع لاعبيه في ظروف مناسبة لتحقيق نتائج والاستمرار. كما قلت أتمنى أن يبنوا على ما حققه في السنوات الأخيرة. من دون شك النادي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريقة غيورة على هذا النادي، مساندة دائمة لهذا النادي في مباريات التي يحتضنها على ملعب يونايتد كان في أزوالات، حتى منها البعض يتنقل إلى العاصمة نواكشوط رغم شساعة أو طول المسافة. هل بالنظر للمستوى والنتائج التي يقدمها الفريق في الوقت الراهن هي محفز للفاعلين الاقتصاديين على مستوى الولاية من أجل دعم هذا الفريق مستقبلا؟ النقطة التي ذكرت أولى نقطة مهمة جدا، الأندية التي تتبع عادة لمقاطعات أو ولايات تمثل مدن معينة، يعني تمثل دائما هوية معينة، تمثل شريحة اجتماعية من المجتمع، لذلك تلقى دائما الدعم العاطف على الأقل من جمهور وسكان تلك المدينة. إذن ظهورها بشكل جيد هو أيضا ظهور للمدينة. صحيح، ومبدأ يجب أن تكون مدعومة كذلك من طرف البلديات والمقاطعات لأنها تمثل اسم المدينة. كديا في الأخير نادي يمثل كل مجتمع الزويرات الكروي وحتى المدني، هذا يخلق مستوى عالي من التنافسية. مثلا السابقة كانت عندي تروسو كذلك لديها باع قوي جدا، إذا استطعنا أن نخلق من كل ولاية فريق هذا سنصنع مستوى معين من التنافسية بين الولايات، هذا ربما يضمن لك تنافسية عالية جدا ومستوى عالي من الاستمرارية. ما أريد أقوله أنه ما يحقق الكديا من نتائج إيجابية هذا الموسم والموسم الماضي أتمنى أن لا يكون بالصدفة ويتم البناء عليه، لأنه كرة قدم صحيح قد تحقق موسم إيجابي لكن لا يضمن لك حتى البقاء في الموسم الموالي. استمرارية تماما، لذلك الاستمرارية لابد من توفير إمكانيات وظروف للاعبين وكذلك الجهاز الفني، كل التوفيق لهم. للأسف لا نستطيع دائما تحليل فرق مباريات الكدية لأننا لا نتابعها، بالأخير مباريات داخل موريتانيا ليست منقولة، لذلك نعتذر لهم، لكن يوما ما ربما نقدم نعتلم بكل تأكيد يوما ما ربما نحاول دراسة الفريق تكتيكيا تقديم تحليل شامل على الفريق، وكل تفق بكل تأكيد للفريق. من دون شك نتيجة مستحقة لنادي الكدية، على الأقل لم تظهر هنالك حالات احتج عليها الفريق فريق نادي أفسن وذبو، وبالتالي الكدية وجب منا تهنئته على التجاوز وترشح للدوري المقبل، وتمنياتنا له بالتوفيق كما نتمنى التوفيق لبقية الأندية. مباراة أخرى شهدت هذه المرة مفاجأة بحق، مفاجأة من العيار الثقيل جاها القادم من أندية الدرجة الثانية، هو الآخر حصان الحصان الأسود لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، تمكن من إسقاط أفس تفرغزينة بملعب شيخة والبيدية رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي من دون أهداف، إلى أن وصل الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية والتي تمكن من خلالها نادي جاها من حسم بطاقة العبور لدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لأفس تفرغزينة، وفرحة الطاقم التدريبي لنادي جاها. إذا محمدي بات يمكن القول بأن ما يقدمه جاها هذا الموسم نتائج ليست صدفة، وإنما فعلا عمل ثمرة عمل خلال الأشهر الماضية والسنوات الماضية. صحيح، للأمانة أنا أحد المعجبين بنادي جاها، وأعتقد أنه أي متابع للشأن الكروي كذلك لديه نفس الهوس لمتابعة مباريات هذا الفريق، مجموعة من الفتيات المتحمسين اللي يمتلكون مواهب خارقة جدا. ربما بمبادرة شخصية تم خلق وإنتاج هذا النادي اللي وصل الآن إلى دور الدرجة الأولى ويقدم موسم محترم جدا. المباراة لم تكن بإدارة مباراة الفريقين في الدوري، لكن في الأخير حقق جاها المفاجأة، استطاع أن يخرج فسية فرغزينة من سباق البطولة، والمستفيد الأكبر ربما أن هذه الفرق التي لم تكن مرشحة الآن ستواجه بعضها البعض، بمعنى أن هذا الدور شهد خروج الأندية الكبيرة التي تملك ربما شخصية وهوية أكبر وتاريخ أكبر بهذه البطولة، والصراع الآن سيكون بين الأندية المتوسطة وكذلك الأندية ربما اللي ممكن نسميها الطموحة والناشئة التي تحقق نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة مثل كديا وكذلك جاء. إذن بعد خروج الرباعي الكبير أفسان واليبو أفسان تراغزينة مكسر الكونكورد، ما الذي يمكن أن نتوقعه الآن؟ لم نقل إنه موسم المفاجآت، عن هوية البطل في النهاية. صحيح، مبدئيا تواجد نادي كينغ نواكشوط الذي ضرب بقوة في شباك الجمارك بالسباعية، الكدية يبقى مرشحا
ما هل نتوقع نهائي بين الكدية والنادي كينغ الواكشوط إن لم يصطدم في الأدوار قبل النهائي؟ كينغ يمتلك العديد من اللاعبين المتميزين، لكن كذلك يمتلكون خبرة كبيرة جدا على صعيد المنافسة المحلية، قرم وقاع مصطفى جاو، أكثر من لاعب كابوري مع الإكسر سابقا، لذلك أراه المرشح الأقوى. كذلك في النسخة الماضية وصل للنهائي وقدم مباراة ممتازة جدا أمام FC نوادي بو. صح. فقط هناك نقطة أثارت انتباهي، ركلات ترجيح جاها، وكذلك FC تفرغزين أتمنى يوما ما وبكل تأكيد ليس باليوم القريب لكن ربما سنصل لها اليوم يوما ما أن تكون الأجهزة الفنية لأندية الدول المحلية تملك دائما طاقم مخصص لدراسة الخصوم لدرجة أننا نستطيع تحرير ركلات الجزاء لجميع اللاعبين الذين سيسددوا دون من الخصم. يوم أمس كانت مباراة تشيلسي وكذلك السيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كيبا حارس نادي تشيلسي جاء لأحد مساعدي ساري جعله يشاهد جميع التوقعات مبدئيا، يقوم بتحليل مثلا آخر 10 ضربات جزاء لأغويرو، يعطون الاحتمال الأكثر، صحيح بس النسبية جدا، لكن يعطون الاحتمال الأكثر أنه سيسدد مثلا على اليمين وعلى اليسار بحسب آخر 3 أو 4 ركلات جزاء، ويتم إخبار الحارس بالمنطقة التي أو الجهة التي سيسدد لديها اللاعب مسبقا على الأقل حتى لا يكون العمل عشوائي. صحيح، هذه مرحلة بكل تأكيد من الرفاهية الفكرية، من الرفاهية العملية، أتمنى يوما ما أن نصلها، أن نحلل كل كبيرة صغيرة فيما يتعلق بالخصم، لكن هذا تحتاج جهاز فني يتكون من عشرات، وهذا غير متوفر بالنسبة للمدربين المحليين. بكل تأكيد لا يمكن لومهم إطلاقا، لأنه حتى في دراسة الخصم تحتاج لاعبين وعفوا شخصين فقط لهذه المهنة، يعني تحليل الخصم كل كبير وصغير، لدرجة أنه حتى يحلل وضعية جسد قبل ما ينفذ اللاعب. بس إذا كانت وضعية جسده مائل على اليمين وعلى اليسار قد يغير موقف بناء على ركلة جسده كان قد سدده في فترة سابقة، يعني يحلل كل صغيرة وكبيرة تماما. في الأخير هذا ليس مؤكد بكل تأكيد، لكن مسألة تساعدك على الأقل غالبية الركلات حتى مستويات صد ركلات. سأعطيك معلومة مهمة جدا، أنه في 2010 موسم 2010-2011 في الدوري الإيطالي 12% من ركلات ترجيحية تم أخفق المسددون أو استطاع الحراس تصدي لها، في الموسم الماضي وصل إلى 24%، وهذه إحدى فوائد التكنولوجيا، باستخدام التكنولوجيا استطاعوا يخففوا على الأقل هذا. أتمنى يوم ما نناقش هذه المواضيع. ومن الأسماء طبعا التي تألقت في صد ركلات الجزاء هذا الموسم حارس نادي جاها الذي تمكن من صد ركلتي جزاء في مباراة FC نوادي بو، وأيضا أخرى في مباراة FC تفرغزين، وبالتالي بات من الأسماء الحراسة في حراسة المرمى المتألقة جدا في هذا الموسم. والدليل أيضا أضاف إلى ذلك أنه تألق في ضربات الجزاء أمام تفرغزين واستطاع أن يخرج فريقه فائزا في هذه المباراة. هذا يعني أنه امتلك حالة ذهنية ممتازة جدا، حدس رائع جدا، وقدرة على قراءة كذلك خصمه، لأنه كل وضع جسد لاعب معين توحي الحارس أو تعطي انطباع عن الاحتمال أكثر اللي سيلجأ إليه اللاعب وهي الجهة التي سيسدد عليها. في الأخير مسألة تحتاج كذلك الحظ للتوفيق، لكن هناك كذلك حراس متميز جدا في قراءة الخصم، ذكر من ريكاردو حارس البرتقال إذا طالما كان حاسم في تاريخ المنتخب البرتغالي واستطاع يتأهل أكثر من مضى بفضل تصدي لركلات الترجيح. هل يمكن أن يجمع المدرب مدرب كرة القدم مع وظيفة مدرب حراس المرمى في نفس الوقت؟ لا إطلاقا، مثل ليست يعني أعتقد أنك تستطيع أن تجمع. ومبدئيا في الدورات التدريبية ذات المستوى العالي أنت تدرس مادة خاصة بدراسة بحراسة المرمى أكيد، يعني يعطوك تمرينات يعطوك أسم المعلومات، ويعتقد أن تكلمنا على بعض هون غير بكل تأكيد، لكن النصائح التي تقدمها أحسست بأنك ربما تصلح لتكون مدرب. لا في الأخير لا درست المادة ولسه قاعد ما تفوقت فيها حتى غير بعض لا درست، يعني كان ضمن إطار مواد مجموعة من المواد اللي درسوها. نتجاوز إلى المحور الأخير في هذه الحلقة، وطبعا بدون مقدمات ندخل في الموضوع مباشرة ونأخذ صور تتحدث ربما تقربنا من الموضوع عن اكتشاف المواهب، عن هذه الصور طبعا مأخوذة من الداخل سيدي بابي من مدينة سيدي بابي، ومن أحلى الرحلات الاستكشافية لطواقم الاتحاد الموريتاني والأكاديمية والإدارة الفنية التابعة لها التي تتبع لها المنتخبات الوطنية من أجل اكتشاف المواهب، أيضا من أجل تكوين مؤطري كرة القدم في هذه الولايات. حاجتنا لمثل هذه العمليات، هذا نقاش ضخم جدا حتى يكون مدخل لما نريد أن نتحدث عنه. صحيح، المسألة مهمة جدا، أنه مبدئيا هي زيارة يقوم بها عادة
مشروع يدعى جراس رود ومشروع حتى متبني طرف الفيفا ما يتعلق بكرة الشوارع وهو مبدئيا المدير الفني في الاتحاد السيد لويس فورتيس يذهب عادة المناطق الداخل حتى هنا في نواكشوط يقوم مجموعة من المباريات البسيطة مجموعة من التدريبات للصغار لتقية ربما ويعطاهم صورة مقايرة عن نوعية كرة القدم التي يلعبون وكذلك بحضور مجموعة من المدربين محليين لكي يستفيدوا من هذا مثل هذا النوع من الدورات. بعض النقاط التي دائما ما تتحدث عنها وهو تجنب تكوين اللاعبين الصغار على ما يسمى عندنا مثلا ببتيكان أو المرمى الصغير، شاهدنا أو لاحظت لا أدري عن على أي أساس تم اختيار مثل هذا التكوين، اختيار مرمى صغير واختار اللاعب الصغير من أجل التسديد أو إدخال الكرة في هذا المرمى الصغير، وأنت دائما ما تحدثنا عن أضرار أو يمكن أن نسمي بأضرار البتيكان هذا المرمى الصغير، كيف تقارن بين الوضعيتين إذن؟ أتمنى أن يركز معنا بك الصديق ولو ليها لأنه سأحاول أن أتحدث بتفصيل عن مسألة مشكلة البتيكان. جيد. وفي الحقيقة الطفل في موريتانيا يمارس اللعبة بشكل يوم صباحا وكذلك مساء، يصل لمعدل 8600 ساعة عند أصله لسن 18، هذا يفترضنا على أنه يلعب ساعتين يوميا وأربع سواعي لمدة 3 أشهر وهي أشهر الراحة مدرسية. هذا يعطيه معدل خيالي جدا بالممارسة لا يجده إطلاقا طفل مثلا في أوروبا، لأنه لديه الكثير من الالتزامات الدراسية وكذلك ثقافة اللعب في الشارع غير موجودة. مثلا دائما مرهونة باللعب في الملاعب في أوروبا، لذلك لا يجد الصغير. سأعطيك مثال، في إيطاليا مثلا الصغير يلعب فقط 3 ساعات في الأسبوع، حصتين تدريبيتين، هذا سيجعله يصل لمعدل 3000 فقط. يعني تخيل أن طفل في موريتانيا يتفوق على طفل في إيطاليا ب5000 ساعة، والموهبة تكتسب عبر الوقت عبر الممارسة اليومية، ليست هناك موهبة جينية، مسألة تتعلق بالممارسة. لكن المشكلة لدينا أننا نمارس بالطريقة الخاطئة، لذلك لا نكتسب، وهذه مشكلة حقيقية أننا لا نستطيع الاستفادة من كل هذا الوقت ومن كل هذه المساحة الكبيرة التي تمنح لنا الظروف. إضافة إلى ذلك ربما وليس تحت إشراف خبراء في هذا. تماما. يعني نلعب كرة قدم فيها الكثير من الفوضى، ليست مبنية على مرجعيات صحيحة، ونمارس نفس الأخطاء ونعيد تكرارها دون أن يصححها أحد. بكل تأكيد هذه المشكلة عميقة جدا ولا يمكن حلها في لحظة أو في يوم أو في سنة أو سنتين، لأن يعني مسألة تتعلق باستراتيجية والأكاديميات. لكن أرى بأنه كلما حسن نوعية ممارسة الطفل الموريتاني للعبة كلما تحسنت موهبته بكل تأكيد. المشكلة أن وقت الطفل في موريتانيا يستنزف غالبيته في لعب بيتيكان، وبيتيكان مضرة جدا لأي لاعب يطمح لأن يصل للعالمية. لماذا مضرة؟ مضرة على الصعيد التكتيكي بدرجة أولى. عندما تلعب بيتيكان فإنك تلعب بشكل مباشر ديركت، يعني من مرمى إلى مرمى المنافس، ولا نستخدم إطلاقا أطراف الملعب. نقول في ثقافتنا مثلا أنه إكستريم ما تلحقه برو، لأنه ببساطة أنها تربينا في بيتيكان الاكستريم ما نحتاج نلعبه دائما بشكل ديركت. لذلك يعني يوفى اللاعب من البيتيكان ويقيس الملعب بحجم كبير يجد نفس المشكله واستعمق اكثر، لانه في الملعب الكبير مساحه كبيره انت تحتاج دائما تفتح الملعب للظهير للاجنحه، لان كلما عرض تحريك الخصم يجب ان تلعب يسارا يمينا ليجد تحريك وخلق مساحات. في هذه الحاله اللاعب الموريتاني لا ينتج، لانه في اللاوعي لديه مسجل على انه يجب ان يلعب دائما بشكل مباشر فقط، لا يمينا ولا يسارا حتى للوراء. هناك قضية مهمة جدا، بيتيكان في الأخير يمكن أن نستبدلها بفكرة أخرى مغاير، وأراها جدا أنها فكرة مناسبة لخلق بديل حقيقي للبيتيكان وفعال. ما البديل إذا؟ تماما، البديل هو أن نلعب تروا بيتيكان. تروا بيتيكان هي الفكرة على أن نعود ترواكا نفس بيتيكان تقريبا ثلاثة. بيتيكان بثلاث فرق في نفس لا لا نفس المباراة والله لا. تروا لا ثلاث برامي ثلاث في الفريقين. زين. اثنين على الأطراف واحد في العمق. هذا يعني نقول على كل فريق يدخل في المرمى الثلاث، يعني على المرمين اللي موجودين على الأجنحة ولا مرمى مولين النقر، هذا سيمنح تلقائي اللاعبين حرية أكثر، وسيجعل حق الجناح اللي هو إكسترم يبقى في بلو بيلي بلو اللي توصل كان يدخل في المرمى اللي قريب منه بطريقة لا يخلهم يفتحوا استد يفتحوا الملعب أكثر. بينما في البتيكا لا، الحالة واحدة والخيار وحيد هو اللعب بشكل مباشر، بينما في الحالة الجديدة نديروا ثلاث مرامي اثنين منهم على الأطراف واحد النقر ونقول عنه قد يسجلوا أهداف في المرمى الثلاثة، لا تلقائيا شاسرة لا يتم يلعبوا على الأطراف ويلعبوا كذلك في العمق، وهي يخلق لهم مستوى عالي من التوازن. تلقائيا يملك اللاعب بالون
يرق براس خلاص الأطراف، وهذا لا يحدث إطلاقاً في التكتيك. لذلك هذا أراه حل مناسب جداً، وشخصياً عمل عليه من خلال مساعدة مدربي. وهذه وضعية تطبق في في الحصص التدريبية أم أنها تطبق في المباريات؟ نعرف تركتنا دائماً يلعبون من أجل التنافس بينهم وبين أجل ربما فريق ضد فريق. إذا جبت أنت هذه الفكرة جديدة بثلاث مرامي معناها تغيرت الوضعية وتغيرت قوانين كرة القدم؟ لا إطلاقا ما تغيرت. اللي لا يعدل بالوضعية والله الإنتاجية اللي نحصل عليها على أن لا يفسح الملعب أكثر، لا يخلم على أن يلعب الأطراف. وكش ما قلت الأساس هو الأساس والجوهري للأسف ما نجبره في البتيكا. في البتيكا أنت تلعب بشكل مباشر أكثر، هو ما تغير قانون ما تغير، تغير على أن عاد عندك ثلاث حلول وثلاث خيارات التسجيل بطريقة لأن نفتح إحنا أذهانهم أكثر على أنهم يلعبوا أكثر وينوموا أكثر اللعب. يعني تخرج الدول الموريتاني ونبقيك في الأخرى الناس تلعب دائما بشكل مباشر خيارات ولا خيارين؟ أثلاثة خيارين على الجناح جناحة جناح الأيمن واليسر وخيار في الأخرى تماك يدخل في مرمك؟ لا هم في الأخير ثلاث مرامي ضد ثلاث مرام ست مرام هم ست مرام لذلك أنت عندك دائما الخيارات أنك تمركي على اليمين ولا على اليسار ولا العمق. يعني تخرج الدول الموريتاني تلاحظ أن الفرق تلعب بشكل مباشر أكثر، ما يستخدم إطلاقا ثقافة الأجنحة ثقافة أرض الملعب اللي أساسية جدا في خلق أي مساحة تبقي في الملعب. يعني أنت تبغى تخرج فرق مثلا اللي تلعب كرة قدم في أوروبا اللي تلاحظ أن الجناح والله دائما بلاست اللي كان يتنفتح الملعب اللي كان دائما بده نرجو له فضائيته واحد ضد واحد. ذلك يعني قاش آخر يقال الأساسي عندي أن فكرة بيتيكا يلا يتم استنزافه باستقاله وتغييرها، وهذا أعتقد أن واحد الحلول الأساسية واللي تساعدنا في النهوض بثقافة الكرة. أعتقد نفس الأضرار تنطبق أيضا على كرة قدم داخل الصالات، والله الوضع مغاير. هذا سؤال رائع جدا. نفس الحال. لكن نهار كنت مع أصدقائي نتابع مباريات معهم في فوتسال، وقال لي أحد الأخوة على إنه نبقي نساعد في اكتشاف مواهب اللي يلعبوا في فوتسال بشكل يوم. قلت له على المبدأ حد يلعب فوتسال مبدئيا من الصعب إذا لم يكن مستحيل أن يصبح لاعب. فعلا في الحالات الاستثنائية بنيدر مهاجم شبيلة كان لاعب منتخب فرنسي للكرة الخماسية. يقيري كان يتعود لاعب من الخطر أنك تمارس كرة قدم في الفوتسال. لا يعطيك لماذا؟ أولا دفاعيا مثلا في الحالة الدفاعية يكوني مدافع ولعب في الفوتسال هذا يعني بأنني سأتعب نظام ستبع مباشرة تلقائي نظام واحد ضد واحد، لأن يعني الفوتسال ما فيه تسلل. لذلك كل رجل لا يقف على رجل لا يتعلم جزء واحد من الطريقة الدفاعية اللي هو ندافع رجل ضد رجل. المشكلة أني لا تحول شر الملعب الطريقة دي تعد مغاير دي تعد دفاع المنطقة مثلا هو الأسلوب أكثر اعتماد دي تعد الراقب المساحة بدلا من اللاعب. لا التحول أنا ما ينستوعب بلي مضيت آلاف ساعات نلعب وفق مرجعية معينة اللي هي الخصم فقط، وهي مشكلة حقيقية. لأن أعطيك مشكلة أخرى على أنه في المساحة الضيقة صحيح أنها مفيدة، مساحة ضيقة مفيدة جدا بكل بساطة لا يتمرر ولا يتلمس بالون أكثر ما ستلمسه في المساحات الشاسعة. لكن في نفس الوقت مساحة ضيقة لها أضرار كثيرة جدا، وأنك تدمن ممارسة اللعب في المساحة الضيقة هذا سيخلق لديك مشكلة في عقلك التكتيكي. ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة الأولى أنه التمرينات اللي تعدل في الفوتسال تمرينات عرضية، اللي يقول الفيطالي باسانت يعني تمرر بشكل عرضي تعدل مثلا 100 تمرير عرضي مقابل تمرير واحدة تفلتري بها يعني فلترانتي اللي هي تمرير اللي تكسر خطوط الخصم وتخلي مهاجمك أمام المرمى. هاي التمرين ما تستخدم عادة إطلاقا في الفوتسال. لذلك توسع المساحة أمر ضروري، كلما وسعت المساحة حصلت على حلول أكثر في التمرين، كلما استطعت أنك تمر كل التمريرات. كذلك اللعب في المساحة الضيقة لديه أضرار من ناحية رفع الرأس، إنه خالق رواية أساسية جدا عندنا فعلا نتاج سببها أن نلعب دائما في المساحة الضيقة، أن ما نرق برؤسنا إطلاقا. أنت خلاص شاسع على الكرة، لا على الكرة، وهذا مهم. يقال قبل ما مرة أنا قاعد يلا دائما ركز على بالون. يقال قبل ما مرة دراسة انتشار يلا خلص وضعية الرفيق زميلي لا يمر له من هي يطلب بالون وطريقة اللي هرب بها بالمراقبة. يما رق براس أنا وما يتفقوا في التوقيت يلا مرر فيه وفي البلاصة يلا مرر فيه. وللأسف سبب المساحة الضيقة نحن ما نرق برؤسنا، وهذا أساسي جدا. أنا دائما أقول عن خلق وتمرين قد يعتبر اسم تمارين مشابه له ما يتعلق برفع الراس اجباري على ان تمارسه بشكل يومي استقرارنا. بلي فعلا عندها هي المشكله الحقيقيه ان ما نرقب اطلاقا رؤوسنا، وقضيت انك ترفع راسك مساله اساسيه جدا في تحديد قيمه ونجاح قرارات تقني والله قاعد تكتيك.
إذن شكرا لك محمد العلوي على جملة النصائح والمعلومات التي فتنا في هذه الفقرة، والتي سنحاول أن نبقي ثابتة في الحلقات المقبلة من أجل الحديث عن وضعيات مشابهة في أفعال. طبعا مهندس الصوت يقول بأنه لديه بعض الصغار هنالك في المنزل، نهاهم نهائيا عن لعب بتيكا بناء على الشهادات التي جميع صغار للأسف لاعبين هم ضحايا بتيكا. كلما وفرنا لهم بديل أفضل من بتيكا كلما أنتجنا لاعبين أكثر مول. إذن وصلنا إلى نقطة الختام، الوجهة المقبلة بعد مقاطعة أقول هل تم تحديدها؟ ستكون إن شاء الله عرفات. عرفات. إذن وبعد ذلك الرياض إن شاء الله. نطالب باستقبال جماهير حاشد لأباء للأطفال. درجوا للمدربين نحتاج له بصراحة، لأن نحاول نعطوهم تمارين مناسبة لمتعاونهم. هل هنالك تم تحديد تاريخ أم ليس؟ لا ليس بقى. جيد. سيتم تحديد ذلك في الوقت المناسب. شكرا لك إذن محمد العلوي محلل قناة الساحل والمدرب الشاب. إذن الشكر أيضا موصول كالعادة لزملائنا في غرفة التحكم في أفعال مهندس الصوت أبو بكر الصديق محمد المختار مخرج هذه الحلقة. هذه تحيات عماد أحمد بابا في الإعداد والتقديم. تحياتنا جميعا ونلقاكم في الأسبوع القادم بحول الله.